تغير لون الجلد، اسمع تحسن. السين شو كانت؟ سيركوليشن دوران الاربطه والانسجه المحيطه. الشد العضلي شو بصير فيه؟ كسر الغصن الطري. انا وين بيكون هذا الكسر؟ قمت بإعداد دورة في الإسعافات الأولية ومبادئ التمريض، استهدفت فئات من السكان من مدرسين وعمال وحرفيين وبعض طلاب المرحلة الثانوية. قمت بإعداد هذه الدورة نظراً لبعض الدراسات التي وجدتها أن نسبة الإصابات الدائمة لدى المرضى ونسبة بعض الحالات التي أدت إلى الوفاة نتيجة سوء التدبير الإسعافي للمريض. لدينا في الدورة قرابة 50 طالب وطالبة مقسمة إلى عدة فئات، نقوم بإعطائهم جزء عمل نظري ملحق بجزء عملي لتدريبهم على المهارات من فتح مجرى الهواء ومهارات الإنعاش القلب الرئوي ومهارات التعامل مع الإصابات الأنسجة الرخوة وإصابات الهيكل العظمي. هلا نبلش بمجرى الهواء. شلون نقيم مجرى الهواء؟ وجيت أنا قيمته انه بعد الفقري عندي ثقافه طبيه شوي بسيطه، بس انا كثير من هواياتي اني اتثقف طبيا، وكثير بحب ان يكون عندي معلومات طبيه. اجتني هالفرصه وقت اللي سمعت انه هون بالجيني عم يعملوا دوره، بدهم يعملوا دوره لزيادة الثقافة الطبية للإسعافات الأولية وهيك أشياء. استفدنا أول شغلة إنه إذا شفنا حالة قدامنا بطلنا نرجف ونخاف، صار عندنا ثقافة طبية بكل شيء تقريبا، صار عندنا كيف يعني شو بدي أقول لك، إذا شفنا مريض شبه ميت نقدر كيف بدنا نعيشه من جديد.